خاصية للنبي. طيب أبو بكر وعمر برضو خاصية للأنبياء، زائد اثنين بس ما أنبياء، لا ثالث لهما، وحوريك الأدلة. اثنين بس غير الأنبياء، أبو بكر وعمر. الدليل على خصوصيتهم من السنة حديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس وهو أبو موسى الأشعري، هو ذات عبد الله بن قيس، قال: قلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلق النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بير اسمه بير أريس، بير في المدينة، والبير دي عنده حوش سور كبير، المهم سور بر البير كده والبير في النص. فأبو موسى الأشعري قال: دخلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت أكون له بواب، وجيت قعدت في الباب بتاع الحوش بتاع البير. قال: فجاء أبو بكر فاستأذن، فقلت: مكانك حتى أستأذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو موسى واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذن له وبشره بالجنة. ناس أحياء على قيد الحياة بشروا بالجنة، ما حصل مدوا يدهم ليزول قال له بوس يدي، ولا مدوا كراعهم ليزول، قال له واحد عفن عفن هنا في جنوب الخرطوم قاعد مد يدين وتاكلها كذي للرجال وللنساء. شوف شرك وخيابة وبطالة وعطالة، يمدها للرجال والنساء يبركوا، واحدين يسجدوا يبوسوا له يدينه، واحد تنبله برضه هلك قبل ايام زي الدولاب بتاع الموسكي، الله كتله قبل ايام، شفت الله كتله لك كتله، والحمد لله رب العالمين، كما قال انس بن مالك: ما من يوم يموت فيه صاحب بدعه الا وقد فتح للاسلام فتح. انت داير العيش، العيش داير خس ويجيبوا لك في البيت او يوصلوا لك خرطوش ملان عيش لكل زول في بيته، بس الله يكتل لنا الشفوت بتاعنا الشرك ده، سأل الله ذلك. والحمد لله ربنا كتل اكابرهم كلهم، فضل عواليك صغار صغار بفضل الله وبتقدير الله، ان شاء الله نحن بننجمهم هنا في الحلقات دي. المهم فبشر بالجنة، قال: فدخل أبو بكر الصديق فجلس عن يمينه، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء عمر فقال له أبو موسى كما قال لأبي بكر، فدخل يستأذن له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر وجلس في صف أبي بكر والنبي عليه الصلاة، بصف النبي وأبي بكر رضي الله عنه، وفي صف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء الأخير عثمان رضي الله عن الجميع فاستأذن، فقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: الحمد لله، الله المستعان. فدخل عثمان وجلس مقابل النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، يعني ما جلس معهم في الصف، جلس في البير لكن في الاتجاه الثاني، بينما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كلهم في صف شنو؟ واحد، وعثمان مقابل بغادي في البير، وبشروا بالجنة رغم أنوف الشيعة الروافض جوا عينهم، بشروهم الثلاثة بالجنة. المهم قعد بغادي قبل. قال ابن حجر: وليس المراد خصوص الاجتماع في الجلسة، وإنما المراد اجتماع قبور الصاحبين أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانفراد عثمان بن عفان رضي الله عنهم عنهما في البقيع. قال سعيد بن المسيب في البخاري تعليقا على الحديث نفسه في المتن بتاع البخاري، قال: فأولت ذلك بقبورهم، إنه قبر النبي وأبو بكر وعمر كلها حتكون في مكان شنو؟ واحد، ده من أدلتهم السلف. وعثمان بن عفان لأنه قعد بغادي قبره وين؟ في البقيع، ما حيجتمع معاهم، دليل من السنة.
أما دليل من الإجماع، ونحن عندنا الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأعلى أنواع الإجماعات على الإطلاق إجماع الصحابة، وهو مقبول عند جميع العلماء الصحابة رضي الله عنهم. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على دفن أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وعلم إجماع الصحابة لأنه لم ينكر ذلك أحد من الصحابة، ولو أنكر أحد من الصحابة لنقل إلينا. فلما لم ينقل إلينا إنكار أحد من الصحابة علمنا أنهم اتفقوا جميعا على دفن أبي بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أدلة أخرى عامة وتصلح في هذا المجال، منها إشارات النبي عليه الصلاة والسلام للناس في حياته، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، قال الراوي: وما هما ثم. المهم أدلة كثيرة، وليه باقي الصحابة ما دفنوا معهم؟ لأنه دي خصوصية لهذين الرجلين ومن قبلهم الأنبياء، الأنبياء خصوصيتهم يدفن قبضوا، والاثنين ده خصوصيتهم إنه ما دفنوا في المقابر، دي خصوصية أبي بكر وعمر، دفنوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة. أما غيرهم ديل يدفنوا في المقابر، ما يجوز، خلي المسجد، المسجد ما بيجوز، ما بيجوز يدفنوك في بيتك حتى لو بعيد من المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا فيها ولا تجعلوها مقابر. الحديث دل على فائدتين عظيمتين وغيرها. الفائدة الأولى إن المقابر لا تجوز الصلاة فيها، لأنه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، يعني بالصلاة في البيوت بتبقى البيوت ما بتشبه المقابر بالصلاة، معناته المقابر ما لا ما بصلوا فيها. ودل الحديث صلوا في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، قال العلماء والفقهاء، على عدم جواز دفن أي أحد داخل بيته لكي لا يجعل بيته مقابر أو مقبرة، فما بيجوز. لكن الدفن في هذا البيت كان خاصية لأبي بكر وعمر لخاصيتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده دفنوا جنبه رضي الله عن الجميع. فده ده الموضوع. بعد ذاك جاء هذا الوليد بن عبد الملك، حاكم ملك، ما صحابي، ما صحابي أصلا، ملك من الملوك، والناس عارفة كثير من الملوك قد يكون عندهم الخير وعندهم شنو الشر. فالمهم الرجل ده قام وسع المسجد النبوي، وسعوا لحد ما دخل حجرة عائشة اللي فيها القبور الثلاثة داخل وين المسجد النبوي.